خلونا نشوف مع بعض دلوقتي يمكن أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي والجولة 34 من الدوري الإيطالي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب الدول العربية هينظموا احتفال لإطلاق التقرير الإقليمي حول حالة سكان العالم للعام 2023. التقرير بيتبنى سياسات للوصول لحلول جديدة من أجل دعم نجاح السكان. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار ختام الجولة 35 من عمر المسابقة. هيلتقي فولهام مع ليستر سيتي الساعة 5 العصر، الساعة 7:30 مساء هيلتقي برايتون مع إيفرتون، وفي الساعة 10 بالليل هيلتقي نوتنغهام فورست مع ساوثهامبتون. النهاردة العشاء الدوري الإيطالي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في الجولة 34 من عمر المسابقة. هيلتقي أودينزي مع سامبودوريا الساعة 7:30 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي أمبولي مع ساليرينتانا، والساعة 10:15 هيلتقي ساسولو مع بولونيا.